موسم الانتقالات الشتوية رغم أنه بدأ في مصر من 5 أيام بس، إلا أن أنا بتشوف النادي الأهلي داخل وبقوة في صفقات بتعتبرها جماهيره من العيال الثقيل أو بتتمنى ذلك. أسماء كتيرة مصرية وغير مصرية كلها ارتبط اسمها بالنادي الأهلي، بس الصفقة المؤكدة هي الوحيدة، هي صفقة تونسية. ناحية تانية، نادي الزمالك بيرتب أوراقه، فيريرا بيحدد احتياجاته اللي منها لعيبة، نادي الأهلي بيحاول أنه يزحمه عليهم. في نص أندية تانية بتدور على صفقات، إما علشان تصحح المسيرة زي المصري البورسعيدي والإسماعيلي، أو لزيادة الدعم من أجل مواصلة المسيرة زي سموحة والاتحاد وغيرهم. لكن المؤكد أننا هنشوف سباق كبير جدا، ماراثون ما بين القطبين كالمعتاد على لعيبة متألقة في أندية أخرى، أبرزهم المرة دي مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري. شهر بالتمام والكمال هيكون كله أخبار عن الانتقالات، سوق الميركاتو، بس يا ترى يا هل ترى مين اللي هينجح في النهاية إنه يفوز باللي هو عايزه؟